انت شايف ان انت ممكن تقدر تعيش من غير ست؟ لا لا، ممكن الراجل يعيش من غير ست ولا الست تعيش من غير راجل، لانها سنة الله في خلقه، لان ربنا لما خلق الراجل خلقه ثم طلع منه زوجته. المرأة برضو لها دور ايجابي ومجتمعي في الحياة، فطبعا دور المرأة مكمل جدا للرجل في الحياة، سواء في الحياة العملية او في الحياة يعني النظرية مع بعض. يعني ما اقدرش اعيش من غير ست، هي كل حياتي. بالنسبة للمرأة، ممكن الست تعيش من غير راجل؟ اه ممكن الست تعيش من غير راجل طبعا، اكيد. يعني الست بتعرف تعمل كل حاجة، يعني بتعرف تطبخ وتنظف البيت وبتشتغل ومسؤولة عن تربية اولاد، كل حاجة. يعني الام هي اللي بتخلف الراجل. مفيش راجل استحالة يعيش من غير ست. ازاي؟ لان الست هي نص الراجل. يعني في واحد هيجي له عقليه كده ان هو يقعد لوحده من غير ست، من غير اولاد، من غير الحاجات دي كلها؟ لا يمكن طبعا، ما ينفعش اعيش من غير ست، ما ينفعش. زي شرب سكر، ما تعرفيش تشربي شاي من غير سكر، ما تعرفيش تشربي سكر من غير شاي. انت شايفه ان ممكن الست تعيش من غير راجل؟ عادي عادي، مش عامل اساسي يعني، عادي نقدر نعمل اي حاجه من غيرهم يعني، عادي. الست الراجل بالنسبه لها الامن والامان، حتى لو ما فيش، بس هو بالنسبه لها الامن والامان. الراجل هي عمود البيت، شايله له كل حاجه، مسؤوليه بيت، ولاد، مدرسة، أكل، شرب، كل حاجة. مش ممكن الاتنين بيكملوا بعض. يا الست ما تعرفش تعيش من غير الراجل طبعا. بس كده؟ اه طبعا، يعني هي نص المجتمع.